قولوا لنا انتوا ازاي بشوفكم انك بتدخلوا جيم وبيوت صالون ومطاعم، بتقنعوا اصحاب الاماكن دي ازاي انك تعملوا فيها مقلب؟ الاماكن نفسها بتقنعوهم ازاي؟ هو عموما يعني دلوقتي يعني احنا مثلا ما بدأناش نصور في المطاعم والكلام ده غير بعد ما اتشهرنا، فهو بيبقى افادة له اكتر. يعني احنا مثلا بنصور الحلقة بتاعنا وهو الافادة له، زي اعلان يعني. المكان بتاعه بيبان، اعلان للمكان، فهو بيبقى له افادة برضه. طب بالنسبة للقهاوي اللي هي القهاوي العادية، صاحب القهوة مثلا بيقولك انت كده عامل لي مشكلة ان الناس مش هتجيلي تاني؟ لا، بيبقى في ناس عارفانا. مثلا يعني في واحد محل كشري بتاع زيزو اللي في مقرأ قال لك كسروا الترابيزات، لو المحل اتكسر فداكو. هو كده يعني، هو بيحبنا لدرجة اللي هو بيقول لك اعمل اي حاجة. طب انتوا بدأتوا اصلا اول مقلب عملتوه كان في المنطقة اللي انتوا عايشين فيها؟ لا لا، طب احنا انتوا اصلا منين؟ عملنا فيديو في المحلة. بس مش في اول فيديو. لا يعني اول فيديو عملتوه في المنطقة بتاعتكم كان امتى؟ طالما اول فيديو ما كانش في المنطقة. اول فيديو في المنطقة عندنا مثلا في الفيديوهات الأولى، في 10 فيديوهات في كده بداية الفيديوهات، في بداية ما بدأنا خالص عملته في المنطقة. طب ازاي الناس يعني اتعاملت معاكم بعدين؟ كانت خايفة منكم بقى انك تعملوا فيهم مقلب وكده، ولا كان النظام ماشي ازاي؟ لا، ما اصل مش في المنطقة تحت بيتي مثلا يعني. بس يعني احنا ما عملتوش في الأجواء المحيطة بتاعت بيتكم مثلا؟ لا، ليه بقى؟ معروف هناك بقى. ماشي، ما انتوا ممكن تعملوا مقلب بسيط فيهم مثلا، هما مش واخدين بالهم. ما طب ما جاتش الفكرة اللي أنا أعملها احكي يعني. لنا كده عن حياتك الشخصية، يعني خلي الناس تشوف مين خالد اللي بيعمل مقالب فيهم. في البداية، في بداية ما بدأنا الفيديوهات، أنا أصلا كنت شغال في مصنع مع والدي. جات الفكرة اللي هو في يوم أجازة، كان بعيدا عن الشغل، كنت بفصل الشغل خالص، اللي هو يوم بعيدا عن الشغل بتاعي، اللي هو يوم الأجازة مفيش شغل خالص، كنا بننزل نصور الفيديوهات دي. لحد ما بدأنا اللي احنا نعمل جمهور يعني من الفيديوهات دي، واتجهنا بقى للقاهرة، سبت الشغل ده. وحاليا شغالين في الميديا والإعلانات يعني بقت حاليا المحتوى بتاعكو بس هو الدخل بتاعكو، مفيش شغل تاني جنب المحتوى ده؟ حاليا لا، مفيش. وكان قبل كده كان في شغل وانت سبته؟ طيب انت تعليمك ايه؟ انا دبلوم صنايع. طب وحاليا متجوز ولا لسه؟ متجوز. وعندك اولاد؟ يوسف. طب وانت بقى يا محمد؟ انا كنت شغال محاسب مع واحد بتاع جملة وكده في المحل عندنا، كان جملة بسكوت وبتاع شيبسي، بس جملة الجملة اللي هو بيدي للتجار اصلا. فانا كنت شغال محاسب معاه، وبعد كده جات لي الفكرة لما كنا قاعدين مع بعض اصحاب وقلنا هنعمل صفحة وكده، فانا وخالد بس اللي بدأنا كده. يعني انتوا كنتوا قاعدين فجأة احنا عايزين نعمل محتوى مقالب دلوقتي؟ بص، هو من 2000 مثلا، قبل لما اخش الجيش، من 2014 انا كنت بقول لخالد عايزين نعمل صفحه ومش عارف ايه. ده من زمان خالص. بس ما بدأناش، انا دخلت بس الجيش بعدها. طب اشمعنى المقالب تحديدا؟ يعني اللي حبيتوا تعملوا فيها محتوى، ليه ما بسطوش لحاجه تانية مثلا، محتوى اجتماعي اي حاجه؟ اشمعنى المقالب تحديدا؟ هل انتوا عشان انتوا شخصيتكم بتحبوا الضحك والحاجات الكوميديه، ولا هو اصلا احنا عايزين نعمل محتوى ده عشان مثلا هيجيب فلوس؟ لا، مش علشان هيجيب فلوس. والمقالب من اصعب المحتويات اللي موجوده على الميديا كلها. يعني تعالى كده هات اي حد يقول له اعمل مقلب، صعب صعب ومشاكله كتير. هو محتوى صعب، احنا ما كناش نعرف. صعب من صعب. ناحيه ايه بالظبط؟ تصوير، مونتاج، الناس بتوقفها كل يوم في الشارع. طب المقلب، المقلب نفسه يعني دماغك ازاي بتجيب لك المقلب ده؟ بنبقى قاعدين نتكلم مثلا، بنتفرج على حاجات مثلا، نشوف فيها حاجة ناخد منها فكرة مقلب، وبعد كده كله ارتجال. طب مثلا بتاخدوا يعني بتكلموا مع حد الأول من أهلكوا أو صحابكوا عن المقلب قبل ما تنزلوا تعملوه؟ ولا انتوا على طول بتنزلوا وتسجلوه؟ بننزل على طول نسجل. يعني مش بتعملوه في حد كده الأول خالص؟ احنا ساعات بنعمله في بعض. ساعات بنجرب المقلب كده في بعض، ايه رايك في الفكره دي؟ بنهزر يعني كده مع بعض واحنا قاعدين، فنلاقي الفكره جايه معانا فننزل نطبقها. طب ما تيجوا نشوف كده فيديو من المقالب بتاعتكم؟ انت يا استاذ يا جماعه، لا في حاجه مش طبيعيه، انا هجيب لهم عسكري. نعم، بينا بقى. جميله بقى. يا عم ساعة واقف هناك ومحدش عايز يجي لي. احنا عايزين نمشي.
ايه ده؟ ايه؟ انت يا استاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه طب ايه؟ انا لسه ما تتكلم يا عم حماد اقول له حاجه. اه فعلا يا مين عايزين نروح. ماشي بعدين هاخد الباسورد ونمشي كلنا كده. تعالى ماشي يا عم يلا. اهو هطلع ابص عليه تاني. طيب. بس ما يذنبنيش اكتر من كده. طيب. عشان خلاص انا لازم اروح دلوقتي. تاني؟ هو اللي بيحصل ده صح ولا انت بتهزر ولا في ايه بالظبط؟ كابتن لو سمحت. برضه ما قلتلوش انت حاجه، واقف زي ما انت، ما طول ما انا بتكلم لوحدي هيزيد فيها. يا مين روحوا يا مين؟ لما يخلص اليوم. هو في ايه يا جماعه؟ هو انتوا بتهزروا؟ لا اكيد في حاجه غلط.